مساء الخير. لفتني مثل إنجليزي بيقول: أبو النجاح العمل وأمه الطموح وابنهما الأكبر الفهم وبعض أولادهما الثبات والأمانة وبعد النظر والغيرة والاتحاد، الابنة الكبرى الأخلاق وبعض أخواتها البشاشة واللطف والمحبة. وهالحكمة بتنطبق 100% على برنامج التحدي الكبير اللي عطى قيمة للنجاح وحوافز للطموح من خلال العلم والمعرفة والصمود والثبات. الطلاب اللي اشتركوا وخاضوا تجربة المجابهة الفكرية والعلمية من خلال الأخلاق والتلاقي ومن خلال لقاء بيجمع شباب وصبايا من كل لبنان ومن كل المجتمعات. التحدي الكبير رسالة وصل صداها لكل الوطن ووصلت معانيها عكل بيت وعكل عائلة. أهدافنا سامية والغاية الأولى نبيلة كونها ضمت البلد من خلال الطلاب اللي اجتمعوا تيتنافسوا فكراً وعلماً وثقافةً وأهم شيء محبةً وأخلاقاً. 36 مؤسسة تربوية اشتركوا طلابها وشجعتهم تيقوموا بأبحاث ودراسات وتيخوضوا معترك التحدي الشريف. طلابنا كانوا الوسيلة الأفضل لإرسال المعلومات والأفكار والأبحاث القيمة ليسلطوا الضوء على ثروات لبنانية وعلى تراث مهم بحضارتنا. ولأنه كل شيء له نهاية، كان لابد من الوصول للمنافسة لبلوغ المراتب الست الأولى واللي استحقوا الجوائز التقديرية والمادية. بالحلقة الأخيرة بحب رحب برئيس مجلس الإدارة المدير العام لتلفزيون لبنان الدكتور طلال المقدسي اللي قدم لنا كل دعم وكل تقدير تنستمر ببرنامجنا وتنكمل مشوار الثقافة والمعرفة وجمع الشمل. ومنقول له أنه التخطيط اللي رسمته رح يتنفذ ورح يكون فخر واعتزاز. وبحب يا دكتور طلال ردت كلمة ذكرتها صحيفة لبنانية بتقول: كلمة تقدير وشكر لمدير عام تلفزيون لبنان اللي أولى التحدي الكبير كل اهتمامه وأعطاه كل عينيته لإيمانه بالتلاقي بين الشباب وبدور الثقافة بإحياء الأوطان وإنهاضة. وللمثقف الأكبر والباحث المعمق معد البرنامج الأستاذ كمال نخلي بقول له من القلب اتعلمت منك الكثير وبتمنى ضل اتعلم واغرف من بحر معرفتك اللي ما له نهاية. وتحية من القلب للمخرجة فيروز المصري اللي تعبت معنا وقدمت من روحها ومن فكرة. وتحية لكل فريق العمل بدون ما ننسى حدا من يلي اشتغلوا وضحوا بكل أناعة واندفاع. وكلمة شكر لصديق البرنامج الدايم السيد بلال دنيقة صاحب مدير ومؤسسة Overseas Educational Agency لرعايته لبرنامجنا ولتقديمه المنح الجامعية للطلاب المتفوقين. وأكيد ما بدنا ننسى صديقتنا رئيسة حزب الخضر بلبنان السيدة ندى زعرور اللي رح تقدم شجرة صنوبر لكل مشترك بالمرحلة النهائية. وبالنهاية بقول إنه التحدي الكبير منارة مضيئة ونجمة لامعة بسما لبنان، ولأنه النجمة ما بتنطفي فالتحدي الكبير مستمر وباقي من سنة لسنة ومعه كل جديد بعالم المعرفة والثقافة. وهلأ رح أترك المجال لأستاذ كمال نخلي حتى يلقي كلمته. أراد والد أن يربي ولده تربية عمل وإنتاج وفكر، فلم ترق هذه التربية للابن وقال لأبيه: يا أبتي، لقد رأيت ثعلبا هرما في الحقول لا يستطيع من ضعفه صيد شيء من الوحوش، فجاء أسد وافترس فريسة بقرب الحقل وأكل بعضها ثم ترك البقية فزحف الثعلب وأكلها، والله الذي هيأ للثعلب رزقه وهو جالس في مكانه سيرزقني كما رزقه، فلماذا أكد وأعمل وأجتهد؟ فقال الوالد: يا بني، اختر لنفسك إحدى الاثنين، إما أن تكون أسدا تأكل الثعالب الجائعة من فضلاتك، وإما أن تكون ثعلبا جائعا ينتظر فضلات السباع.
يا شباب ويا صبايا، التحدي الكبير علمكم تكونوا أسود من خلال أبحاثكم ودراساتكم ومعلوماتكم، تتنجحوا بحياتكم وتقدروا توصلوا لمستقبل زاهر بالعمل وبالإنتاج وبالمثابرة، وأهم شيء بالاتكال على الذات. الخطوة الأولى بحياتكم العملية انطلقت من هون، من خلال التجربة اللي خطوها واللي علمتكم توثقوا بنفسكم وتتكلوا على ذاتكم، وعلمتكم إنه الحياة بدها كد واجتهاد ودرس ومثابرة وجرأة ومجابهة. لكل المؤسسات التربوية اللي أفسحوا المجال للطلاب بالاشتراك، منود كل التحيات وكل التقدير وكل المحبة، ومنوعدهم هني ومؤسسات تانية إنه المجال مفتوح للكل بالموسم المقبل. ميرا شكرتني بكلمات كتير مؤثرة معبرة، أنا بحب إلا من القلب إنك زينت البرنامج، خلقت أجواء جديدة. مثل ما قالت عنك الجريدة، ميرا كساب أثبتت حضورها من خلال أناقتها وجمالها وابتسامتها وإمساكها بالتفاصيل الأساسية للبرنامج. وللصديق والأخ ورفيق الدرب الطويلة بلال درني أبقول الطريق نحن وياك بعدها مستمرة، أيديك البيض على البرنامج ما بتنسى، صار مخرج من عنا كتير وصرت مسفر فوق 11 طالب وطالبة على جامعات العالم. وللمخرج فيروز المصري وكل فريق العمل كل الشكر وتقدير وامتنان من القلب. وللأخت والصديقة والجارة رئيسة حزب الخضر السيدة ندى زعرور بقلا من وقت بلشنا السنة وانت معنا ومنشكر رح تستمري معنا. شكرا. وبنهي بكلمة شكر للدكتور طلال مقدسي، السند الأول والمشجع الأكبر والمؤمن الملتزم بقيمة الثقافة وبقيمة تلاقي الشباب مع بعضهم، واللي كان وما زال عنده قناعة راسخة إنه تلفزيون لبنان بعكس كل المحطات هو حامل رسالة وصاحب أهداف سامية لازم كل لبنان يفتخر فيها، لأنه تلفزيون لبنان مثل ما بتحب يا دكتور طلال رح يبقى شمس للوطن بتلمع وبتضوي بالشرق، ونجمة ساطعة ما رح تغيب أنوارها إلى الأبد. وشكرا. حبينا بحلقة اليوم نفاجئ الطلاب ونسألهم أسئلة من دون علامات تتعلق بلبنان وبالعالم، لنشوف ردة فعلهم وإمكانياتهم ومعلوماتهم بدون ما يكونوا محضرين. استاذ كمال رح يبدأ بأول سؤال. تفضل. ارتجالي شباب اليوم ما عليهم علامات، هات نشوف. السؤال الأول، ما هو العيد الذي يحتفل به المصريون ويعود إلى 2700 سنة قبل المسيح؟ أيام الفراعنة. فيضان نهر النيل. إيه بلش فيضان النيل، شو صار اسمه بعد الفيضان؟ والفيضان وصل على اسم تاني عفيف، شو الاسم؟ الجمهور بيعرفه. لا دقيقة في ال إيه، تفضلي. شم النسيم. عفيف شم النسيم. برافو. هلا مشينين الصبايا والشباب، يلا. السؤال التالي، في أي معركة انتصر الأمير حيدر الشهابي على اليمنيين عام 1700؟ معركة عين دار. صح. سؤال تالي، شارع في نيويورك مشهور بكثرة مسارحه، شو اسمه الشارع؟ شارع المسارح في نيويورك. برودواي. برودواي عفاك. من هو اللبناني الذي يتولى إدارة تشغيل الصواريخ البالستية والنووية في النازا؟ تفضل. العشي. صح. شارع العشي صح. في أي مدينة يلتقي النيل الأبيض مع النيل الأزرق؟ خرطوم. خرطوم. من بنى قلعة تبنين في جنوب لبنان؟ من بنى قلعة تبنين في جنوب لبنان؟ الصليبيين. صح الصليبيين. تحية لصيد عفيك. من هو الروائي الإنجليزي الذي كتب أوليفر تويست وديفيد كوبرفيلد؟ تشارلز ديكنز. صح تشارلز ديكنز. تحية لحمانة. ما هي البلدة في البقاع الغربي المعروفة بمستنقعاتها ومحميتها الطبيعية؟ بالبقاع لازم تعرفوا. يلا ولاد زحلة قولوا أبلون. لا شو؟ يموني. لا عميق. صح هيك عميق.
ريديان كمان بحي الحمال. ما هو النهر الذي يعرف باسم نهر العواصم؟ دانيوب. صح دانيوب. لبناني ترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان، من هو؟ كارل ميلك. تحية لزحلي. في أي بلد نشأت حضارة مهمة، حضارة الإنكا؟ المكسيك. المكسيك. البيرو. عفيك. صايدة البيرو. صح. ما هي سلسلة الجبال التي تربط دول المغرب العربي؟ تفضل. أطلس. صح. أطلس. صح. تحية لزحلي. كمل ميرا. تحية لزحلي. من هو الممثل الكوميدي الأمريكي الذي اشتهر بفيلمي ذا ماسك ودمب اند دمبر؟ جيم كاري. هاي جيم كاري كمان. تحية لزحلي. أين بنى الأمير فخر الدين الكبير حمام المير؟ في جواب؟ صعب شوي، سؤال لبناني هذا شوي. شو؟ جواب صيدا. 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 في أي بلد جرت الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1998؟ 98 شتوية مش صيفية. ما بيهتموا بالصيف، بيهتموا بالصيفية أكثر شوية. روسيا. الولايات المتحدة. الصين. حتى كوريا الجنوبية. باليابان. يابان. بمدينة ناغانو. من كان رئيس المجلس النيابي في مرحلة الاستقلال عام 1943؟ صبري حميدي. صبري حميدي. صبري حميدي. تحية لنيو كوليج. بطل سباق سيارات أرجنتيني نال 5 ألقاب في بطولة فورمولا 1، منو؟ أكيد أيمن طارش. عن مرق لك يا أيمن. مرق لك شباب. شو يا شباب؟ أنتم يا سنين. 51، 54، 55، 56، 57. أكيد هو مثل صار، قول صار مثل. شو يا أيمن قول؟ إخوان إيمانويل فانجو. صح. في مونديال 1994 الذي جرى في الولايات المتحدة الأمريكية، أمام أي منتخب خسر منتخب السعودية؟ سؤال رياضة شباب صبايا، لازم تعرفوا. شوي قديم على الشيء. نحن معودين على رياضة جديدة. ما حد عارف الجواب؟ طيب لك. لا. برازيل. كمان لا. الجواب هو هولندا. 2-1. آخر سؤال أدب عالمي. من هي بطلة رواية تولستوي التي رمت بنفسها تحت عجلات القطار؟ أنا كانينا. صح. رح نتوقف لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الحلقة الأخيرة من التحدي الكبير. نبقى هلأ مع كلمة للسيد بلال درنيقة، صاحب مؤسسة Overseas Educational Agency، حتى يخبرنا أكثر عن تجربة الشباب اللي ربحوا معنا بالموسم الأول والثاني وعن تجربتهم بسفرهم. تفضل. أول شيء مساء الخير للحضور وللجمهور وللمشتركين وللرابحين وللجميع وللعاملين بكل البرنامج، للأستاذ كمال، لكم كلكم، ولست فيروز. بالنسبة للأعوام الماضية الحمد لله شارك طلاب معنا، سافر حوالي صاروا شي 11 طالب تقريبا، كانت تجربتهم كتير منيحة. جبنا حدا منهم عملوا مقابلات بالحلقات الماضية، وفي منهم اجوا على البرنامج الصباحي، كانت تجربتهم كويسة. وهلأ إن شاء الله الرابحين من الشباب الموجودين كمان حيكونوا موجودين معنا بلقاءات قادمة، لأنه نرجع منخبر عنهم شو بيصير، ويبدو أنه في ناس حتروح. بحب هني كل اللي شاركوا بالبرنامج، اللي هني أساساً شاركوا بالمعرفة. الربح والخسارة هون ما لهم محل. الربح هو تقييم درجة أولى أو مرتبة أولى،
مرتبة ثانية مرتبة ثالثة، ولكن بالحقيقة بالمعرفة الكل ربحان، لأنه كل الطلاب اللي هن شاركوا بهيك برنامج أساسا عندهم حد أدنى من المعرفة والثقافة اللي مش موجودة عند حي الله طالب تاني، وهذا شيء بيتهنوا عليه، يعني مشاركة بحد ذاته إنجاز. الحمد لله شفنا نجاح أكثر من سنة لسنة. بحب هنيكم وبحب خبر وبحب أتشكر أستاذ طلال وأستاذ كمال والجميع، وبحب خبركم أنه أنا إن شاء الله معكم كل سنة بمنح أكثر وتقديمات أكثر، وبتمنى لكم التوفيق. بتشكرك، شكرا جزيلا. خمسة من الجمهور اللي عرفوا يجاوبوا على الأسئلة الموجهة لإلهم واللي طلع اسمهم بالقرعة حصل كل واحد منهم على لابتوب، والرابحين هن محمد راغب، مصطفى السيد، ومحمد ديب. بيستلمون عنهم السيد بلال درنيا. أما الاسم الرابع فهو جهاد عليوان. تفضل استاذ جهاد. مبروك استاذ جهاد. استاذ مؤسسات عمل التربوية، نهنيك وتحية للكل المؤسسات. أما الربحة الخامسة معنا فهي فرح الحج. ألف مبروك فرح الحج. مدرسة مانيو كوليج. حبينا بالحلقة الأخيرة من التحدي الكبير نحتفل مع الفرق الستة اللي وصلت على المراحل النهائية، وهن بالتسلسل التالي: المرتبة السادسة مدرسة الإيمان الإسلامية لشباب صيدا، بطلب من الطلاب إبراهيم بيطار، عمر زعتري، أحمد اليمن يتفضلوا لاستلام الشهادة وشجرة السنوبر من السيدة ندى زعرور. استلموا النشيد الوطني يلي بنفتخر بتلفزيون لبنان انه قعدناه لبرامج التربيه والتعليم في لبنان. صح. وانا بذكر الجمهور كله انه الاستاذ طلال، دكتور طلال، هو طرح فكره نجبره بسؤال عن النشيد الوطني. مبروك شباب. مبروك شباب. أما بالمرتبة الخامسة فمدرسة ماي نيو كوليدج العمروسية، بطلب من طلابها فرح الحج، سالي خميس، زينب عطوة يتفضلوا لاستلام الشهادة وشجرة السنوبر اللبنانية. المرتبة الرابعة مار أنطونيوس حمينة، مع تنويه خاص لأنه حصلوا على 29 علامة، أي تاني مجموع علامات بالمرحلة الأخيرة. بطلب من الطلاب لما المولى، تريسي سركيس، ريم هاني يتفضلوا لاستلام الشهادة وشجرة السنوبر والمبلغ المالي. المرتبة الثالثة سانت فامي زحلي، بطلب من الطلاب باميلا خلف، مارك النجار، كارين مينا يتفضلوا لاستلام الشهادة، شجرة السنوبر والمبلغ المالي والمنحة الجامعية. مبروك يا مارك.
تخيلها انتم زحمة مبروك يا زحلة كريم. أما المرتبة الثانية فسنوية إرنية للرسمية بطلب من طلابة أماني شعبان، جواد المصري، براء العنديري يتفضلوا لاستلام الشهادة وشجرة السنوبر والمبلغ المالي وطبعا المنحة الجامعية. Or go home. No, keep on big. وطننا بحاجة لكم يا براء. اوكي مبروك. هلا رح نعمل بريك. رح نتوقف لحظات قليلة مع الإعلام ومنعود لنتوج الفريق الأول معنا لهالسنة بالإضافة لكلمة الدكتور طلال المقدسي حتى يتوج حلقة توزيع الجوائز معنا. صار الوقت أطلب من طلاب المرتبة الأولى مدرسة الدليفراند عرية وطلابها هن ميرف غالي، جوليا المغربي، سامي أبو فراج يتفضلوا لعنا لاستلام الشهادة وشجرة السنوبر والمبلغ المالي والمنحة الجامعية. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. جديد نرحب بمدير التلفزيون الدكتور طلال المقدسي ومندعي لإلقاء كلمته حتى يتوج حلقة توزيع الجوائز. أول شيء مسيكم بألف خير وأهلا وسهلا فيكم بتلفزيون لبنان، تلفزيون كون، تلفزيون الوطن، تلفزيون كل لبناني. هذا المضبوط وعن حق وحقيق للجميع ومش لحدا. وبهني طلاب عرية وقرنايل وزحلة وحمينة والضاحية وصيدا. والسنة في عنا منطقة واحدة ما طلع لها، هي منطقة الشمال، بينما السنة الماضية كانت منطقة الشمال وفنيدق هي اللي أخذوا جائزة الأولى. معناتها أنه تلفزيون لبنان بيستقبل الطلاب والطالبات من جميع الأقضية ومن جميع المحافظات لمباريات ولا حوار ثقافي تربوي. وهذا التلفزيون وهذا البرنامج اللي هو التحدي الكبير هو البرنامج الوحيد التربوي على جميع الشاشات اللبنانية. مش عيب انه ما عنا ولا برنامج تربوي على شاشات لبنان، تلفزيونات لبنانية اللي عم تباري مع العالم الا على تلفزيون لبنان؟ لا مش عيب، لانه تلفزيون لبنان هو تلفزيون التربية، هو تلفزيون الثقافة، وان شاء الله السنة الجاي بيكون تلفزيون الرياضة في لبنان، لأنه عم نعمل كل جهدنا لحتى جميع المباريات الرياضية سنتجي تكون تنقل مباشرة على شاشات تلفزيون لبنان في لبنان والخارج. وبزف لكم خبرية حلوة، أنه تلفزيون لبنان صار الوحيد يلي بغطي أكثر من 95% من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أمريكا، الولايات المتحدة، أمريكا اللاتينية وأستراليا، صرنا عم نغطي العالم كله وأوروبا. ومش غريب انه بعض الاسئلة اللي جاوبوا عليها الصبايا انا بشارتكم انه بمجلسنا ثلاث ارباعهم ما بيعرفوهم.
مثلا شارل عشي او كارلوس غصن معكم خبر انه هؤلاء لبنانيين ما معهم حق ينتخبوا بلبنان؟ مظبوط. هدول الناس هدول السفراء لبنان بالخارج يلي منعرق لهم امكانيه انه ينتخبوا بلبنان لانه هو اللي تعلموا يحاسبوا ويتحاسبوا. ولا في انقاذ لعنا لوطننا الا بالحساب والمحاسبه. ولما ننحاسب ونتحاسب بصير كل مواطن بلبنان يختار الانسان يلي ضميره مرتاح يلي عم بيعطي البلد لانه البلد شبعت ناس بدها تاخذ، البلد بامس الحاجه للناس حاضره انها تعطي. برنامج التحدي الكبير باقي اضافي الى برنامج ثقافي كمان وحيد في لبنان هو خواب الكلام، اضافه الى البرنامج الصباحي اللي صار الاول بلبنان، اضافه الى الشيف انطوان اللي طلعت صيته برات لبنان وللعالم، وستاتستيك بلبنان بحطونا 0.1%. اين الدوله؟ اين المسؤولين؟ اين الرقيب؟ هل هناك مؤامره على تلفزيون لبنان؟ بس بطمنكم اداره تلفزيون لبنان اكبر من المؤامره لانه هي جزء منكم وانتم جزء منها وهي لكم وانتم لها. وان شاء الله بتضل المسابقات تربوية وبضل النضال تربوي وبضل الوطن جمعنا ومظلته الأساسية وتلفزيون لبنان لألكون. وأي شيء، أي فكرة، أي موضوع، أي جزء من أرشيف بتعرفوا متواجد أينما كان هذا الأرشيف يلي هو ثروة وطنية يلي اختفى جزء منه كبير، يقولولنا وين هو، من أهله بنعمل كاسات عنه لنحتفظ بهذا الارث، واللي عنده ايه بنرجع له كوبي نظيفه ديجيتال فايبر اوبتيك نظيفه 100% ليحتفظ فيها اذا كان محب انه يحتفظ بشيء. واي انسان بتاريخ عائلته او اي تلفزيون بحاجه لاي فئه او لقطه او فيلم من تلفزيون لبنان، تلفزيون لبنان بيقدم له اياه 100% مع شعار تلفزيون لبنان، لانه هذا الكنز ليس لفئه وحده، هيدا للوطن وهيدا للجميع. بشكركم مرة تانية وبشكر خيي وصديقي الأستاذ كمال نخلي على مواكبته لألنا. السنة اشترك معنا 36 مدرسة، منتظرين سنة جي أكثر من 54 مدرسة من جميع الأقضية والمحافظات. بشكر الست ميرا شكرا جزيلا، والشجرة السنوبر اللي أخذتوها هي عبارة صغيرة، حرام الذي يجري بأحراجنا في لبنان، هي بس لتذكير الناس إنه الخضار يلي كان 35% من أراضينا خضراء صحية ما بقى عنا أكثر من 11% من مساحات لبنان خضراء. وبنشكر الأستاذ بلال درنيقة على مواكبته لألنا ودعمه للطلاب ورعايته لهذا البرنامج وتقديمه هالمنح الجامعية يلي هي ضرورية لإلنا، لأنه مثل ما عم بلاحظ أنه الأقساط الجامعية في لبنان صارت تفوق قدرة أي عائلة تعيش بالكرامة وعم بتعيش. نحن بلبنان شو ثروتنا؟ نحن ما عنا ثروة زراعية ولا عنا ثروة اقتصادية ولا عنا ثروة صناعية، نحن ثروتنا هي الفكر. واليوم للطلاب صار عندكم إمكانية برامج جديدة ودعم جديد عم بيقدمه البنك المركزي يلي هو صناعة المعرفة. إذا عندكم أي فكرة في مشروع لدعم أي فكرة معرفة، لأنه فيسبوك ابتدت بشخصين صار حقا 200 مليار 300 مليار، كل هالأفكار الجديدة التكنولوجيا الجديدة هي نتيجة فكرة صغيرة مؤهلين لها. نحن اللي ما بيعرف الطريقة انه يوصل للمصرف المركزي لهذا الدعم او لأي مصرف، نحن عنا يتصلوا فيه شخصيا لحتى نفتح لهم المجال ونأمن لهم هذا الدعم ليعرضوا افكاره وينقصوا لبنان، لانه ما في انقاذ الا عن طريقكم. وهالقعدة الحلوة عم نزقف لطلاب مش عم نزقف لسياسيين، خي شو حلوة، لانه شبعنا تزقيف للسياسيين. لو هالتزييف كان له نتيجة ما وصلنا لما وصلنا له اليوم. نحن بحاجة للمحاسبة، نحن بحاجة لهالوطن نحبه ونعطيه. بشكركم جميعا
وعلى أمل اللقاء فيكم معكم ومع طلابنا المتفوقين، لأنه الأسئلة اللي جاوبوا عليها كتير ناس ما بيعرفوها، وكل سؤال بتسألوه الكل عم بيستفيد منه. إذا معك ليرة ومعي ليرة وتبدلنا بضل معك ليرة ومعي ليرة، أما إذا عندك فكرة وعندي فكرة وتبدلني هون انطلقنا بفكرتين والفكرتين بيعملوا ثلاثة وأربعة الخمسة، وإن شاء الله بضل علم لبنان مرفرف بالمعرفة وفيكم. وشكرا لكم جميعا. أنا بدك تسمحي أستاذ طلال، هيدي أكيد بأمانتك أمانة تلفزيون لبنان لنزرع الفكر الثقافي بلبنان. لكل الطلاب من 36 مدرسة اللي اشتركوا معنا منقول شكراً وتهانينا، فوجودكم هو النجاح بحد ذاته، وقيمكم بأبحاث هو الكسب الكبير اللي حصلتوا عليه وربحتوا للناس بذات الوقت. وللفائزين منقول تهانينا الحارة، ولإدارة تلفزيون لبنان بشخص المدير الدكتور طلال المقدسي منقول شكراً وألف شكر. وباسمي وباسم معد البرنامج الأستاذ كمال نخلي من إلكن إلى اللقاء لكل الشباب والصبايا والمشاهدين بموسم جديد من التحدي الكبير 2016-2017 ابتداء من تشرين الأول المقبل. وبالختام بإلكن تصبحوا على ألف خير. يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك، الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك، الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. يلا شرفوا شرف كلكم شرف، تفضلوا اهلا وسهلا، انتوا بدكم تاكلوا مش احنا شرف، يلا يا سلام.